ابدا امير اليوم امير سلام مسيو ابدا شنو رايك الساعه في سلام مسيو اليوم فرح بيك ولا مريق الفرح بيك بيه عملت ريميكس جديد حمزاوي راشد عم راش اي مش انت خرجت مش انا انا خرجته ما هو اللي عم اي بيه الريميكس باش نشوفوا منه ديجا اكستري صغير تاو الجريدة الريميكس باش نشوفوا تاو منه اكستري صغير بعد نرجع نحكيوا عليه تو سويت الاكستري جديد من جريدة ريميكس هذا مش هذا الاغنية الاوريجينال تلمو يحبوا يظهر لي الببليك مدام عبير حفظتها يا اخي لا والله لا بلاي اخزولي هو قال لي ما يغنيش ام ببليك ما عادش كان مش صافق لا بالحق مانيش بغني والله صفق ولا يغني ولا يصفق ولا ميرسي مانيش بشغل بيه اسمع لا اسمعني شو انا سوري شو اول حاجه انا منشط مش كيما بقيت المنشطين تاع الجمعه في تلفز عادي جدا ما نكملش اسمع عندي كلمه برك نقولها ما نبدلش معناها كي قلت لك حاجه اي لا لا نعرف صاحبي راجل وبكلمته هذيا معاك اكثر من تاخذ بخاطر هذوما كل اللي موجودين لهنا ولا ساعة معناها تحط فيها قدام لا ولا لا رفران رفران كهو وين قلت لك مانيش بشغل علاش؟ اللي باش معناها اللي يحب يسمعني ولا يراني نخدم ولا نرابي ولا اليو يحضر الكونسير مرحبا بيه في اي كونسير ولا في اي فوالا سهل استنى انت حافظها الاغنيه قريده ولا والله انا حافظها انا مش حافظ اسمي اتبقينا يا اخي يعطيهم الصحه الشبيبه يعملوا في الاشياء انا ولدي وبنتي هما اللي يسمعوا الحقيقه في هذا الموضوع وهذا حمزاوي انا ما نعرفوش بالقديرة تبقينا عندي صاحبي يعرف الموسيقى ومعلم تاع الموسيقى سيد من الاسياد هو مرجع في هذا الموضوع هو سمير العقرب سمير قال لي هذا الحمزاوي يعني يعول عليه في المستقبل يعني يبدو انه عندك سمعه ممتازه لا هو ديجا ممتاز برشا حمزه يا اخويا احنا هنا يعني سعدنا بالتعرف عليك خذوا يعملوا معايا الفلوق الصغار يعني تصويره على حسابك انت هيا هذا شرف شايف باش تروح يا معلم باش تروح خلينا الريميكس الجديد نتاع جريدة خرج بصراحه انا قارنته بينه هو بين الاوريجينال بصراحة حمزاوي بيناتنا الاوريجينال طيارة على الاخر. اوكي انا سكرت به كما تقولوا احنا 2015 معناها هذيك ما حبيت تخرج حاجة باش حاجة وكهو فهمتني ميم با بارتاجيتها ولا ميم با هبطتها ولا ماهيش ما هبطت ماهيش سبونسوريزي فهمتني دونك هبطت نورمال عادية معناها مانيش معناها تعمل منها في حاجة. اما لا عندك برشا ما خرجت حتى شيء مع تقريبا بريسك يذولي زي ما عادش سبع شهور بريسك ما خرجت شيء حاجة هكا. اي تنجم تقول ما جبت روحي. ديجا حتى في اغنية ولا تسعة كنت جيست كهو. صحيح جبد روحي تنجم تقول علاش جبد روحك شبيك عندك مشكله معناتها ما... مش عندي مشكله ما صاروا برشا مشاكل مستر سليم دو تيل فاسون جو بريفير نتفرج نسمع العباد فاش قاعده تعمل نغرب زاد نعرف انا هو الصحيح من الغلط فهمتني من بعد واحد كي يرجع بز ومعناها ما تحب ترجع بحاجه جديده انت حكيت على عام 2015 انا كي نعمل بيلون الرابوريت عام 2015 ممكن تنجم تقول انت المرجع يوتيوب هكا ولا ما تعتقدش لي فيو اللي موجودين في يوتيوب ينجم عمره ما يكون مرجع بون ينجم يكون ريفيرونس نلقى بالتي الاولاني كافون وقريده في المرتبه الثالثه كيفاش تقرا انت التصنيف هذا؟ شو كيفاش نقرا؟ ما تنتش شنو رايك فيه؟ نقرا كيما قريته انت بالتي كافون قريده من بعد موجود حمزه ما عرفتش كيفاش نقرا كيفاش تحب تقرا؟ معناتها كنت نجم تكون خير كنت تصور من روحك نجم تعمل ما خير سنين شو انا عندي حاجه ما نبغضش معناها ربي يعين كل واحد يخدم على روحه وبالحق ان شاء الله الناس الكل تتفتق على الاخ معناها ساعات وليت نحس تونس في المزيكا هذه مهمه ياسر معناها نحس المراركه والجزيريه والليبيه معناها يسمعونا بالكدا معناها بالحق يسمعوا الراب التونسي بالكدا يسمعوا الموسيقى التونسيه بالكدا هذا مهم اما الكلاسمون ماهوش مهم ما عنده حتى علاقه ما, يعني ما عنده حتى علاقه حتى في القيمه راه خاطر برشا حاجات تغلط معناها فهمتني باش نعطيك على بالي باش نعطيك باش نعطيك رابيرات قول لي شنو نقطه الضعف والقوه في كل رابير حسب رايك انت نقطة شكون القوه والضعف مانيش ما فيش يا اخي ماكش رابير زاد اوكي ما 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 اي ليه اسمع انا راني شو انا بعاد عن المشاكل انا عارف اللي بعاد عن المشاكل انا باش نمشي بك طول التصويره الاولى شوفوا التصويره الاولى التصويره الاولى صاحبه اصحاب على الاخر انت وياه اللي هو كلاي كلاي بي بي جي كرابور معناتها شنو نقطة الضعف وشنو نقطة القوة خليني في نقاط القوة باهي هاي ما نحاولكش مشاكل نعرف تحبش اوكي نقاط القوة في كلاي تكنيكمون عالمي تكنيكمون عالمي وتجاوز برشا حاجات كي كنا مع بعضنا نخدموا هو تجاوزهم فاتهم معناها تكنيكمون سينو الثنية اللي ماشي فيها نعاود نقولها راهي ثنية صعيبة وان شاء الله بالحق ربي يجيبه في السواب
خاطر يستاهل. يستاهل كل خير. باهي ديجا موجود معاه في التصويره كافون فاش قوي. شكون هذاك؟ كافون. كافون باهي. بلي اخر نفضلها على كافون، بلي اخر مره نحب نحكي. باهي. بالنسبه لكافون دعوه خير من عندي انا، هاي قدام خلق ربي الكل. ان شاء الله اللي يتمناه هو في حياته، كل سوى ربي ولا العباد بالحق يعطيه له على قد قلب. باهي كافون كيف شاف تصويرتك انت وكلاي مع بعضكم؟ بعد ما خرج كلاي من الحبس في برنامج نجوم مع هادي زعيم، قال قطوس روح من الحج الفيران مشات تهني فيه. قطوس روح من الحج الفيران مشات تهني فيه. قطوس معناها شكون القطوس؟ القطوس كلاي وين الفار؟ انت فهمها كيما تحب. انت كي قلت هكا معناها تقصد تحكي معايا. هو كي يحكي على التصوير هذيك شنو قال؟ اذا قال انا الفار كي نقفوا بحذا بعض ما يبين شكون الفار، معناها باش نحكيوا حاجه معناها مش يبين. سبحان الله كل واحد وشنو هي السيلويت ربي اللي خلقهم له معناها. الحاجه الثانيه عطاه له بون اكزومبل القطوس والفار توما نجيري به الاكزومبل وخاين هاكم ديما فرد داري تعاركوا محلاهم كذا وميرسي على الاكزومبل هذا اللي هو ماهوش موجود فيه. على ذكر القطاطس خويا انت عندك برشا عمال مع القطاطس. اسمع راهو ما نحبش نحكي برشا على الحيوانات. شنو وليت اليف برشا؟ مش اليف برشا خاطر على حكايه صغيره وعاودتها معناها قلت راهي صارت معناها في الصغر و ما عادش حكايه معناها حديث صغر معناها صار عامله صارت في الصغر وعاديه قلتها من قلبي سبونتاني على الاخر فهمتني؟ اي مش عادي تهولت. لا تهولت ياسر دراشنيه جمعيه قطوسي وجمعيه فهمت برشا تهولت اكثر من اللازم. انت في بالك بها احسن شنو المشكله ولا؟ قال هو صغير حرق قطوس. حرق قطوس وفاد لك بها معناتها هو الحكايه معناتها من بعد اعتذر الحاجه باين ومن بعد حمزاوي اعتذر. كي اعتذرت سامحني لحظه كي اعتذرت حتى حد من هذوكم اللي هاجوا فوالا فوالا اللي هاجوا من جمعيه قطوسي وكذا حتى حد ما قال سي بون هاو اعتذر ولا كذا فهمتني ولا معنا كل شايرينها لبعضنا تو عندنا 40 مليون وقتاش تتكلم باش نميز عليك وقتاش تغلط وقتاش ما تعملش حاجه باهي اما كان تعمل حاجه باهي شوف تو قداش عندنا علماء عندنا طب عملوا عمليات ناجحه الناس نجحت ديرنييرمون في امريكا عندنا شكون البارح هز جران بري في روسيا كوميان لو ميور موديليست حد ما يتحدث اعطينا برك شكون اللي ما عملش وشكون اللي غلط وشكون اللي دمر صاحبه وشكون اللي شراها لهذايا وشكون فريمون دخلنا في فوضى بصراحه اخلاقيه في بعضنا توا سادور بوندون دي زاني اذا باش تكمل هكا ثم بلاد كامله قاعده تنهار بصراحه قيميا يعني كبير كبير ياسر ياسر ما نعرفش اسكو العباد شرقه به ولا ديفو للعباد حتى في البلاتوات ولا في الشارع ولا في في في, في اي بلاصه العياط كل شيء بالعياط حتى في مسلسلاتنا حتى في افلامنا العياط العياط فمش حاجه فريمون. المثال نتاع يمين الزغلامي مسكينه غلطت هاك الغلطه وهي على حسن النيه حتى كي اعتذرت ذبحتها العباد بالسكاك زملائها بالمجلس الشخصيات السياسيه وحتى وقت اعتذرت حتى حد ما رد باله حتى حد ما كنتش ما كنتش تتمنى حمزاوي انه مع برنامج مسجل ما كنتش تتمنى انه ولا طلبت انت مثلا من نوفل انه ينحيها في المونتاج مثلا كنت نجم تصير اللي قلتها في لاباس هذه الحكايه. بار كونتر قلت حاجه اخرى في لاباس ما تعديتش ما مثلا مش غاذتني اما مهمه كمان ما حكيت مثلا على الممثلين ولا ليزارتيست ولا الفينيش نتاع ليزارتيست كيما فاطمه بوساحه ديما خايب ديما الممثل ما يحس روحه اكثر انسان ما يحس روحه ياخذ في حقه مثلا ولا حتى الفنان فهمتني ولا اي فوالا فوالا يراوه 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 ياخذ في يمكن يراوه العباد ياخذ في برشا فلوس هو اون فيت با دو تو معناها ياخذ في حاجه عاديه معناها كان تجي تثبت فما حاجه اسمها ليزامبريزاريو فما حاجه اسمها الشارج فما حاجه برشا حاجات فما فلوس تمشي في بلايص معينه دونك الفنان زاد قاعد يهز في حاجات اقوى من طاقته وما ننساوش حتى الممثلين يخدموا بالسيزون فهمتني ولا وفما كيما الوليدات الصغار كيما فما الجينيراسيون الكبيره فهمتني ولا معناها فما حتى حد قاعد ياخذ في حقه كوم يلفو معناها العقليه كيما قلنا احنا سامحني تفضل العقليه نتاع كما قلنا احنا كلا ستار في تونس ما فماش من انساوها معناها الجمله ما فماش ستار فوالا معناها عند شكيب انا جاي قداش عندنا من شخصيه نطفي كان عندك شخصيات سياسيه وعلميين وفنانين وساعات تلقاهم الفنانين عندي اللي هما ارق ناس تو العباد ذبحته على الكلمه اللي قالها على القطوس بري ما هو قال انا صغير وطلب سمح شويه معناها شيطنا نتاع صغر فما مثل ديما نستعملوا فيه يقول لك كيفاش ضربت عصفورين بحجره يعني احنا زوز عصافر
قمة الرقة والحلاوة والجمال، ما نحبوش نخسر عليهم حجرتي، نتفخروا ونضربوهم حجرة واحدة. يعني علاقتنا بالحيوان كيما علاقتنا برشا حاجات. عندك سؤال لطفي لحمزة؟ أنا حبيت نسأله سؤال، هو اختار قال أنا جبت روحي، وأنا نرى اللي ماهيش الحكاية تخص حمزاوي بركة، الجيل كامل تاع لي رابور داير كيما المدونين اللي لعبوا دور كبير قبل في تأجيج الشارع، تثوير الناس، ونهبوا ولا نكروا لعبوا دور كبير في اللي طاح بنظام بن علي. من بعد يا شيء مشى قطع الأوروبا، شيء فما حتى شكون مشى لداعش، وناس دخلت الحبس، والبقية تراجعوا في 4 سنوات ونصف. في بالنا جات ثورة باش تعطيهم حرية باش يترشقوا على جميع المستويات، وإذا بهم الناس اللي لعبوا دور كبير في الهامش الكبير متاع الحرية هما أول ناس اختفوا وبعدوا، وكأنها كذبة كبيرة جدت عليهم هما. لعبوا دور مساكن في إرساء شهادة وقت اقتسام الكعكة، خلينا نقولوا الناس هذوما قالوا لهم أبعدوا، وطلعوا السياسيين بك الأنياب متاعهم باش هبطوا على اللمة واللي فما. وين مشى حمزاوي شبيه بعد معناتها بعد رابيريت؟ هو والله نحكي معاك الرسمي والحق، تعرف علاش بعدت؟ ما عادش فاهم شيء، انا كشخص كانسان كمواطن قال لي هو ما عادش فاهم شيء، ما عادش عارف انا هو اللي فريمون في قلبه مصلحه البلاد. مثلا ما عادش عارف ما هو التيار ولا الاتجاه ولا المسار ولا اللي هو اللي ماشي صحيح، ما عادش معناها انا بيدي مخلوذ، ما عادش يا رسول الله نهار الجامع اللي وقت ليله 27 ولا جامع الزيتونه ولا مش عارف شنو الغنوش يمشي في كوستيم، فهمتني ولا والاخرين في جبيب، ما عادش تفهم شيء، دخلت بعضها الامور علي بالرسمي قاعد نعمل هكا خلينا نفهم نستوعب، نحب نفهم باش نعرف انا كي باش المساج كي باش نوصله، ولا خاطر انا تحب ولا تكره سوسيا نحكي منه ومن غادي على الناس الكل، فهمتني؟ دونك نحب نوصل المساج في بلاصته قد قد كيما هو شايح، فهمتني؟ تو ما عادش فاهم شيء، تخلوضت. خلينا نقول نتحدثوا بلغة سامحني، بالديكتاتورية كانت الامور واضحة قدامكم، ديكتاتور ولا عدو واحد عندنا وجونا بس كل نسبه تو ولو عندكم برشا. طيب ما جبتكش كلمة عدو انتحار؟ لا لا قلت لك راني ديمقراطية وحقوقية ما تعبش تفضل بالله. خلينا نحب نقول حاجة به على قبيلتك هاي. لا لا ولا لا نحب نقول حاجة به صحيح، توا تجمع على روحه ومشي خاطر حبيت نقولها ما نجمش. اما قسما بالله كان تعمل جروب انت في الفيراج، قسما بالله ما يولي اقوى جروب في تونس، خاطر مكبشه في ما عادش حسيت ياسر مكبشه معناها فوالا بجرينتا، وكان عاش في كوسا وكذا بجرينتا. انا نفكر كان تعمل جروب مش نورمال. انا جيك شكيب ما جوست باش نذكر معناتها اللي فما كونسير بيانتو ديجا الافيش موجوده قدامنا كونسير خويا ان شاء الله وقتاش باش يكون ديجا دات 28 نوفمبر 28 نوفمبر ان شاء الله هاي خويا ماكش تسريبات خويا باش يكون موجود معاك اللي باش مسربه اللي باش يغنيوا ان شاء الله هما سمير لوسيف انت ديجا باش تكون موجود انا وكراكم ان شاء الله زين القصري نيا جعفر القاسمي وشكون اخر؟ امنه فاخر. امنه فاخر وباش يغني معاكم عبد الرزاق الشابي. لا باش يغني باش يقدم الحفله. لا خاطر في بالك قلت كلهم فنانين ما طلع لهم باش يغني رزوق. وبالمناسبه زاد فما باش يصير تكريم الاتحاد بن قردين اللي هو بعد 80 سنه معناها ولف الناس هنا فوالا. دونك هذايا ان شاء الله قلت ربي نعطيكم موعد ان شاء الله باش تكونوا موجودين وتتابعوا الحفله هذايا في القبه مع حمزاوي في القبه. نحب تصفيقه كبيره برشا على حمزاوي ماد امين ونتمنى لك ان شاء الله التوفيق من يخدموا على رواحهم برشا ومتاكد ان شاء الله 2016 عندك برشا جديد ان شاء الله كالعاده تجيبونا لهنا في كلام الناس هكا ولا انا ماني محضر حتى شيء مش محلي معك واضح. لا لا انا واضح وقتاش تحضر ماني محضر حتى شيء فانا وضعيه نجم تحضر تغزو لي فانا وضعيه نجم تحضر وضعيه النشوه لا 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 ماني محضر ماني حلو قصد التجلي هو تجلي شنو هي التجلي؟ التجلي هي نشوة كي تحط لها يعني كرسي لو طون اللي يحكيو عن نشوة